كل المؤشرات عم بتقول انه معدل النمو المتوقع هالسنة بالكتير رح يكون صفر. شو يعني معدل النمو؟ يعني على البسيط انه الوضع بهالدولة منيح او مش منيح، يعني الاقتصاد ماشي حاله او متحبش، يعني هالدولة عم تربح او عم تخسر، يعني الناس اوضاعهم منيحة او مكرسحة. انا مش مستغرب يكون معدل النمو صفر، انا مستغرب منين رح نجيب الصفر. هلا يمكن حدا يستغرب من هالسؤال، بس الجواب هين. اصلا ما بقى عنا صفورة، ما موزعينهم صفر على الامن، صفر على السياحة، صفر على التوافق السياسي، صفر على الصحة، صفر على الكهرباء والماء الى اخره. واكبر مشكلة رح تواجه الحكومة الجديدة انه منين بدها تدبر صفر لمعدل النمو. كان الي فترة عم بسأل حالي ليش وجوه هالناس مصفرة، لحد ما عرفت انه حتى ببيضة الدجاجة ما بقى تلاقي ولا صفار. هذا رأيي، فكر فيها.